موقع أنا السلفي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. سورة الملك سورة مكية، آيتها 30 آية. أسماؤها الملك، تبارك، المانعة، المنجية. الملك لأن السورة تدور حول تدبير الله في ملكه. تبارك لأن الله بدأ السورة بقوله تبارك الذي بيده الملك. المانعة والمنجية لأنها تمنع صاحبها وتنجيه من عذاب القبر. مما جاء في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وقال أيضا إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. فمن السنة المداومة على قراءة هذه السورة كل ليلة، لأنها سبب للنجاة من عذاب القبر. المحور الرئيس للسورة تدبير الكون والملك كله بيد الله وحده. إذن ليس للأولياء شأن في تدبير الكون، وليس كما يزعم الذين يفترون على الله الكذب أن الله قال الملك ملكي وفوضت فيه البدوي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو غير ذلك ممن يزعم أن الكون مقسم بين الأولياء، كل ولي له جزء يدبرها أو يدبره، فهذا كله من افتراء الكذب على الله. فالتدبير للكون كله إنما هو بيد الله وحده. حتى الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل مسخرون مربوبون مدبرون، ما يقومون بما يقومون به إلا بأمر الله تبارك وتعالى. مواضيع هذه السورة المباركة بيان الحكمة من خلق الخلق كما في الآيات الثانية 23 و24، نظام الكون بديع لا اعوجاج فيه 3 و4، بيان الحكمة من خلق المصابيح في السماء كما في الآية 5، بيان أحوال الكفار يوم القيامة من 7 ل11 والآية 27، دعوة الكافرين للتأمل وإحكام أو تحكيم العقل من 16 ل22 ومن 28 إلى 30. من الفوائد واللطائف التي جاءت في هذه السورة المباركة أو حول هذه السورة، جاءت لفظة تبارك في أول آية من آيات السورة، وهي تدل على أن بركة الله عمت وشملت جميع ملكه. قال قتادة رحمه الله خلق الله النجوم في السماء لثلاثة أسباب: رجوما للشياطين، زينة للسماء، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أو ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وهذا يقطع الطريق على من زعم أن النجوم هي التي تنزل الأمطار أو تتسبب في ذلك. لا يعذب الله أحدا ما لم يصله البلاغ وما لم تقم عليه الحجة، كما في قول الله تعالى من الملائكة يعني لأهل النار: ألم يأتكم نذير؟ الله عز وجل يأمر في هذه السورة بقوله فامشوا في مناكبها، وهذا دليل على وجوب الأخذ بالأسباب في الرزق وغيره، وأن لا يكون العبد متواكلا. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، كما في الصحيح. وهذا ليزداد تعلق القلب بالله هو مسبب الأسباب، وليثق بربه سبحانه، وهذا مع أخذه بالأسباب، وليس أن يترك الأسباب تواكلا ويظن أنه التوكل. فالتوكل يشمل أو من ضمنه الأخذ بالأسباب. ينبغي المؤمن ألا يغتر بقوته، بل يتواضع لله تعالى، ولا يخاف أحدا إلا الله مهما بلغت قوته، فهذه القوة لا تغني عن أصحابها شيئا. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. نبدأ غدا إن شاء الله تفسير آيات هذه السورة المباركة. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.